هي ترز الوطنية اسمها فيها تلفز الجميع، واكيد التعاون مع ترز الوطنية عنده برشا ابعاد الحقيقة. ونحن اليوم كوزارة شؤون دينية حبينا نخرج شوية عن المألوف، عن المألوف العادي اللي هو مجرد هكا برامج ممكن عادية. حبينا يمكن اليوم نفكروا في طرق أخرى، نحن بيدنا حتى في طرق التواصل اليوم اللي نحن في الوزارة مع اليوم نحكي مع شباب. شباب اليوم نتاع ما عادش شاب نتاع 30 سنه التالي ونتاع 20 سنه التالي، اليوم الشاب اليوم شاب الكمبيوتر وشاب الاورديناتور وشاب الاقمار الصناعيه، ولذا اليوم لازم نتعامل معاه بطريقه اخرى، بطريقه الخطاب بيدو اللي يتوجه له. ما عادش الخطاب الديني تجاف هذاك، لازم لهم الخطاب الديني هذاك نقدمه له في صوره اللي يتقبلها ويتقبلها باسرع ما يمكن واللي تعطي الاثر نتاعها. ولذا نعتقد اليوم نحن من خلال اللقاءات هذه خرجنا برشا افكار ان شاء الله نلقاه التجسيم نتاعها على ارض الواقع في اقرب وقت ان شاء الله ممكن. في اطار الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الارهاب فيها جزء متعلق بوزاره الشؤون الدينيه، وزاره الشؤون الدينيه عندنا في الجزء المتعلق بنا فما مقترح هذا نتاع الوحده التلفزيه اللي هو وقعت المصادقه عليها من طرف رئاسه الحكومه ومن طرف وزاره الماليه، واللي نحن اليوم نفكروا في الاوجه نتاع التجسيم نتاعها، وان شاء الله في الايام القادمه تتوضح الصوره. نحن عندنا الامل نتاعنا في السنه هذه 2019 يجب يكون السنه نتاع التجسيم. نحن في اول نحن اليوم 15 جانفي، في المستقبل القريب ان شاء الله نحاول نجسموها على ارض واقع، نستعانوا فيها بالخبره بتاع التلفزيون الوطنيه ما فيها حتى كلام، ونستعانوا فيها نحن بهالبرنامج الطموح اللي هو برنامج الدوله في الحقيقه.